يعني كلنا اتفرجنا على دراما رمضان اللي من بينها طبعا يعني جعفر العمدة، وشفنا نعيم الصاحب الجدع. ده خلانا نسأل سؤال، ايه هو الصاحب الجدع او مفهوم الصاحب الجدع اللي لما بتحتاجه بتلاقيه ودايما بيكون واقف في ظهرك وسند ليك؟ ويعني ليه صفات تانية كتير زي ما شفنا كده، يعني عصام السقا في دور نعيم اعتقد كان صاحب جدع يا منى. انا اعرف الاصحاب الجدعان هنا في صباح الخير، عيلتي الله هنا في يبارك صباح لك، الخير هي دي اصحابي الجدعان، الله يبارك لك. مش كده برضه؟ كاميرتنا في صباح الخير نزلت الشارع وسالنا عن مين هو الصاحب الجدع وصفاته، تعالوا مع بعض نشوف الناس قالت ايه. ده صاحب الجدع ده عمره ما هيتعود. وانا عندي صاحبي واخويا وحبيبي، يعني هو مش صاحب، هو اخويا فعلا، ضياء عبد الناصر. ده ظهري، ده عندي في الدنيا بعد ربنا. هو انا ما عنديش حد زي نعيم، بس لو عندي حد اكيد يعني هديله عيني، يعني مفيش حد بيضحي عشان حد بالطريقه دي. والله هو انا ماليش، بس لو ليا اكيد انا اول واحده هبقى معاها في اي ازمه قبل اهلها. انا عندي اللي احسن منه، عشره عمري، اخويا وراك، يعني ده بيقف معايا في اي حاجه، حزن قبل فرح بيقف معايا. الصاحب ما بتعوضش، اي حاجه في الدنيا تتعوض. تعمل معاه بكل صدق واخلاص، انسان انسي يعني، ده انسان ما يتسابش. والله انا كان ليا صاحب جاري في الشغل معايا، يعني احنا وهو اكتر من اخوات. اول واحد معاهم ولازم اقف جنبيهم زي ما وقفوا جنبي. انا كان ليا واحد صاحبي، فكنت في ضيقه وكده، ان انا كان في مشاكل عائليه، فبصراحه ربنا لقيته حد واقف معايا وقفه حلوه يعني. انا ليا صاحب والله كان كويس وانسان محترم قوي، واقف معايا في شدتي وما كانش بيسيبني ابدا. والله يعني اكيد هكون بحبها جدا لو حد زيه هنبقى بيست. ده انسان، ده الصديق الحق اللي بيقف مع صديقه وقت الشده. اقول له انا متشكر على صحبتك وانت انسان محترم جدا جدا جدا. ممكن يبقوا اخواتي بدل اصحابي، احب اقول لهم ربنا يخليكوا ليا، ماليش غيرهم اصلا في الدنيا، هو دول اللي طلعت بيهم، اشوفهم احسن مني يا رب. احطه في عيني واشيله واحافظ عليه، وان كنت اخسر اي حاجه قصاده بس اكسبه. احب اقول له ربنا يخليك ليا ويديمك في حياتي وما يحرمنيش منك ابدا. اقول له كتر خيرك وكتر خير اي حد يعمل حاجه كويسه. كل سنه وانت طيب وربنا يخليك ليا. احب ان انا اهنيه واشكره واقول له ان انا طلعت بيه من الدنيا. اخويا برقبتي والله.